الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أحبتي الطلبة والمتابعين لهذه القناة التعليمية حيثما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقدم في هذا المقطع القصير جدا مرونة الطلبة السعرية لدالة لوغاريتم، أو ما يسمى price elasticity of demand for a log function or logarithmic function. أرجو أن يكون فيه الفائدة لكم جميعا وعلى بركة الله العالمين. الآن لنفترض وجود دالة الطلب الآتية demand function، هذا شكله quantity demand أو يعني الكمية المطلوبة تساوي 220 سالب 3 في اللوغاريتم الطبيعي الناتشرال لوغ للسعر. إذا الكمية المطلوبة أو دالة الطلب شكلها هكذا، 220 سالب 3 مضروب في اللوغاريتم الطبيعي للسعر. نرغب بإيجاد مرونة الطلب السعرية عند القيمة P تساوي 5، اللي هو عند السعر يساوي 5. إذا كان السعر يساوي 5 وحدات، تعرف مرونة الطلب السعرية الإبسلون صب دي هذه كما يأتي. إبسلون صب دي مرونة الطلب السعرية تساوي المشتقة الأولى، المشتقة الأولى بالنسبة يعني للكمية بالنسبة للسعر، مشتقة الطلب بالنسبة للسعر مضروبة في السعر مقسم على الكمية. إذا DQ DP ضرب P على Q. نتابع آخر نتيجة مرونة الطلب السعرية، هذه هي تساوي إبسلون صب دي مشتقة الطلب بالنسبة للسعر DQ DP مضروب في السعر على الكمية. المشتقة DQ DP من دالة الطلب هذه عندما نشتقها لأنه لوغاريتم هي كما يلي: DQ DP تساوي سالب 3، هذه سالب 3 مضروبة في واحد على هنا. يعني الآن يعني أحيلكم إلى قوانين اشتقاق اللوغاريتم، واحد على ما داخل هنا يعني اللي هو P أو Q أو شو ما كان هنا، بعدين في مشتقته. الآن مشتقته واحد صحيح، وبالتالي واحد على P. أوكي، إذن هاي المشتقة. فالآن أي أن الآن الإبسلون صب دي اللي هي مرونة الطلب ستساوي سالب 3 في واحد على P مضروب في P على Q، وتساوي سالب 3 في P مضروب في PQ. يعني عندما ضربنا الآن هنا، هذه هي هذه القيمة هنا كلياتها، وهذه عبارة عن الآن ضرب في P على Q بالتعويض الآن. لكن عند P تساوي 5 تكون بالحالة هاي Q نعوض بدالة الطلب كلها، يعني هذه الدالة نعوض عن P تساوي 5، وبالتالي الآن دالة الطلب والطلب تساوي بالحالة هاي 220 سالب 3 في اللوغاريتم الطبيعي إلى 5، وتساوي 215.17 تقريبا. إذا الآن يمكن لنا أن نحسب المرونة بسهولة عندما اكتشفنا بأن الكمية عند 5 تساوي 215.17، وبالتالي معروف السعر والكمية. إذا الآن بوضع يعني صيغة المرونة هنا وبالتعويض عن القيم، 5 تذهب مع 5 بمعنى الآخر سالب 3 في 1 على P ضرب P على Q تساوي سالب 3 P على P في Q. الآن نعوضها هنا، فهذه سالب 3 تنزل هنا، 1 على 5 اللي هي 1 على P، 1 على 5 هنا، 5 على P اللي عفوا على Q، وبالتالي 5 تنشطب هنا تحذف مع 5، إذا تساوي سالب 3 مقسم طبعا هنا تذهب هذه مقسم على الكمية، وبالتالي تساوي القيمة المطلقة لفاصل 0.14، ما يعني بأن الطلب غير مرن نسبيا، أي منخفض المرونة. بمعنى آخر، زيادة في السعر P يعني بنسبة 10% تؤدي إلى انخفاض الطلب أو Q بنسبة كمية مطلوبة، انخفاض الكمية المطلوبة Q بنسبة نضرب العشرة ضرب فاصل 0.14 تساوي أقل من 1.14%، أي أقل من 1%. بمعنى آخر، بأن الطلب غير مرن أو منخفض المرونة. ننتقل إلى مثال آخر. لنفترض وجود دالة الطلب الآتية الآن: Q صب دي تساوي 10 سالب 100 في اللوغاريتم الطبيعي لـ P. الآن نرغب بإيجاد مرونة الطلب السعرية عند القيمة Q تساوي، قبل قليل حسبناها عند عرفنا السعر لم نعرف الكمية، الآن عرفنا الكمية لا نعرف السعر،
فنحتاج إلى حساب السعر. إذا Q تساوي 60 بالحالة هاي تعرف متطلب السعرية ثاني مرة إبسلون صبي كما يأتي. إبسلون صبي يساوي دي كيو دي بي مضروب في بي على كيو. الآن نكمل هذه آخر نتيجة مرة أخرى، لكن الآن كيو دي تساوي 10 سالب 100 في الناشر لوج بي اللي هي دالة الطلب هذه، بالتعويض عن كيو تساوي 60 نجد بأن بالتعويض هنا 60 تساوي 10 سالب 100 في الناشر لوج بي. إذن الناشر لوج بي يساوي 50 مقسم على سالب 100 ويساوي سالب نصف. الآن ناتشرال لوج هذه يعني اللوغاريتم الطبيعي لبي تساوي سالب 5، وبالتالي بيكون السعر بي يساوي إلى القوة سالب نصف وتساوي 0.6065، يعني أقل موحة صحيح. إذا الآن بالتعويض مباشرة هنا في صيغة مرونة الطلب نجد بأن المرونة تساوي سالب 1.6667 بالمطلق، بمعنى آخر أي أن الطلب مرن نسبيا أي عالي المرونة. المقصود هنا إذا ارتفع السعر بمقدار 10% فإن الكمية المطلوبة ستنخفض بمقدار 16.67%، أي أن الطلب مرن نسبيا. أكون بذلك قد انتهيت من هذا المقطع، راجع أن أكون قد قدم الفائدة لكم جميعا. أحب الطلب وإلى مثال آخر وموضوعات أخرى في الاقتصاد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.